الطويبله ديالي داكشي على قد الحال اللي وجدت. وهانتوما معايا في الفيديو ديال اليوم. غنحمق انا اليوم غتحمقني بنتي وما يمكنش ما نوثقش هذه اللحظه هذه. اولي عباد الله الخميه ديال الكوزينه مرطبه في الماء طايب درتو طايب في الاول، دابا راه يكون شويه غير بقى سخون وكنقلب على بنتي. يلا مشيت كنجمع لعبيتها، كانت كتفرج انا في الميكيات في البيسي كنقلب عليها، فين لقيتها يا عباد الله الصدمه كانت قويه. خليكم معايا شوفوا بنتي فين الصدمه كانت قويه. كي درتي ليها بنتي؟ كي درتي ليها؟ كي درتي ليها يا سيليا؟ كي درتي ليها ماما؟ نوضي نوضي نوضي. كي درتي ليها؟ كي درتي تشويه ديال هاد التخربيقه؟ كي درتي ليها؟ كي غندير لك دابا انا؟ انا اللي كي غندير لك؟ واش ندوش ليك؟ ما عرفت كي غندير لك ما نعرف. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا قلتي تما نجيب لك حوايجك ندوش لك. يلا شتي عباد الله جبتها كتقطر كتقطر وباقا تتلعب ليا باقا تتلعب. والمشكله ما فيه الصابون، انا كندير هذيك الخميه دايره فيها الصابون وزيريا باقا زايده فيها. ممكن ممكن الحوايج ديالك كلش. لا لا بنتي لا بنتي غنديرو تيشتيش ندوشو غندوشو غندوشو باقا زايده فيه. المهم نخليكم ندوش. مشاهدينا يا ام الزبيل شخصيا دوشات لبسها حوايجها، دابا نخليها تلعب غير هنايا في لاشومبر. شوفوا الفوطه باقا مليحانه، نخليها تلعب غير هنايا في لاشومبر. غادي نشف لك ماما شعرك، اجي نشف لك شعرك بالسيشوار. ما نخليهاش تخرج حيت باقا نجمع انا الدار. شنو نحيدوها؟ ها هي يلا نشف لها شعرها بالسيشوار باش ندهنو لها ونشطلها باش نمشي نجمع الدار. مو الزبيل مو الزبيل مو الزبيل اون بيغسون باطله مع الطوموبيل البالونسوار. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد الفيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. اليوم ان شاء الله اليوم الليله ديال 27 في رمضان. بلاتي الحطه دي اليوم الليله ديال 27 كنفرحوا بنياتنا وليداتنا. انا ديجا سبقت على سيليا دوزت لها ديجا داك التنقاف وديك الشيء دوزتو ليها البارح. الوغ اليوم فرحنا غير مع بعضياتنا في الدار، درنا واحد الفطير اللي هو على قد الحال شويتيت شويتيت من الحاجه. راكم عارفين ليله 27 كنحتفلوا حنا المغاربه، هي ليله عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. الوغ حنا درنا فطور ديال الاحتفال وبنفس الوقت زعما بلا ما نهضروا في القضيه ديال التقرب الى الله وزكاه الفطر وبزاف ديال الامور كتكون في هذا النهار هذا. هذاك الشيء كيبقى بينك وبين اللي خلقك، ولكن بالنسبه لنا كعادات وتقاليد مغربيه كنحتفلوا هكا مع بعضياتنا في الدار. انا الصراحه وجدت لهم حاجه خفيفه، واحد الفريريج هكايا نصور لكم كلشي نوريكم. وجدت حاجه خفيفه غير مع بعضياتنا انا وعادي وسيليا وفرحانين مع بعضياتنا. وواحد شويه غنمشي نكحل عويناتها، ندير لها التقاليد اللي كنا كنديرو حتى حنا في الدار، كنكحلو عويناتنا كيكحلونا والدينا، كنلبسو لبسه هكايا تقليديه ولا شي حاجه بحال هكا زوينه. داكشي اللي شفتو كان البارح، صراحة كنت غنزيد نكمل لكم الفيديو، كنت غنصور لكم بزاف د الحاجات. مي اللي وقع البارح، عادي قال لي راني عيان شوية، ماشي البارح هو البارح بلوتو هاديك، قال لي عيان شوية. المهم هاد الفيديو غنمونطي وغنحطو لكم دابا 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 اليوم. قال لي راني حسيت براسي عيان شوية، قلت له مال؟ قال لي كطرني كرشي. وهو والبارح كان خدا واحد البولو واحد لاكلاص
قلت له ياك ما على قبل داك لاكلاص زعما مور الفطور خديتيه. ساعة المشكل بقى كيتزاد فين ما كيجي من الخدمه في العشيه. فجاو البارح قال لي هاد الهضره عاوتاني البارح فاش قال لي هاد الهضره ايوا داكشي كيتزاد. قال لي راه الوجع راه كضرني هاد البلاصه. المهم صافي انا وليت كنت نوا كنقولو عندك وهادي. دخلنا الانترنيت قلبنا على دوك البلايص زعما اللي عاطينو الحريق شنو تيكون فيهم وهذا. لقينا واحد المشاكل كبيره صافي واحد شويه وتزاد عليه الحال. المهم جيتو للطبيب. فاش مشى للطبيب لقينا مشكل ديال عنده المسران منفوخ وفيه مشاكل في المسران. المهم مشاكل في المسران كثيره صراحة. تخلعت انا في الاول حيت صافي ولات يمشي وتيجي وتيقول لي راه كرشي كضرني بزاف. وانا عندي مشكل انا كنقول يا ربي تسمح لي اللهم نمرض انا وما يمرضش هو. حيت ملي تنمرض انا كيهزني هو بزاف ديال الامور. يعني كنكون مرتاحه كنقول له راه واخا انا مريضه ولكن هو في جنبي. اي توا مريض انا في جنبه ولكن ما كنبغيش هو اللي يمرض. حيت ديما هو داك السند ملي كيطيح داك السند اللي كتكون متكي عليه اولا داك كيف ما كنقولوا الركيزه ديال الدار. صعيب بزاف كتحس براسك عاد كتحس براسك يتيم ديال بصح واخا كتكون يتيم حياتك كامله ولكن في هذيك اللحظه كتحس باليتم ديال بصح. من الحمد لله الامور دازت بخير. مشينا للطبيب عرفنا المشكل. دابا جاب الدواء مع رمضان واخا هكاك زعما صعيب انه ياخذ الدواء بالنهار وسميتو. دابا رمضان خاصو ياخذ الدواء غير في الفطور وفي السحور وفي العشاء وفي السحور زعما. مي الحمد لله احسن من الاول. انا ارتحيت حيت صراحه منين قرينا على داكشي واقاويل ديال الناس وبزاف ديال الامور كنا كيحسب لينا يا اما غنلقاو المسرانه الزايده يا اما غنلقاو شي فتق الله يحضر سلامه. وكلهم العلاج ديالهم هو اوبيراسيون. هادشي مناش كنا خايفين. انا ما يعني الا قدر الله شي حاجه مرحبا بها ولكن ما قادرش على ديك نشوفو عاوتاني جالس حدايا ولا هكا طايح من مريض وما كيتحرك ما والو. ولكن الحمد لله عديل. اجي 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 غنضحك معاك. اجي غير نضحك معاك وسير مامي شرب الدواء دابا راه حلال. قال لي شد الدواء في يدي قال لي دابا غادي نشربو دابا. قلت له اه راه خاصو تشرب دابا. دايز دايز الدواء راه ما تيخصش رمضان. ايوا المهم هادشي اللي كاين احبابي والحمد لله على كل حال. هادشي علاش ما بقيتش كملت لكم الفيديو حيت فريمون ملي كنشوف هو تيقول لي راني داراني شي حاجه ولا مريض كنسى كلشي. كان دماغي كيوقف كنبقى نفكر في غير هو شنو الحل شنو غندير ليه. ما عرفتش انا ما كنبغيش الصراحه هو يمرض. واخا المكتبه شي حاجه مرحبا من عند الله ولكن ما عرفتش انا هكا ما عندك هو وبنتي ما كنقدرش نتحمل انهم يمرضوا. حيت جوج الناس اللي كيعطوني واحد لينيرجي بوزيتيف في حياتي ما كنقدرش. اي واحد ما كان كنقول شي حاجه اللهم تجيني انا وهو في جنبي وما تجي هو حتى شي حاجه الله يحفظه. هذا ما كان احبابي. المهم اذا كنتو جداد على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للقناه. وما تنساونيش ملي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم ودعيو معايا بزاف. بالنسبه لهاد لا فيديو الصراحه كنا بغينا نديرو فيها شحال من حاجه اخرى ما كتبش. قررت انني نحطها لكم اليوم. قلت علاش لا لي ما نحطهاش واخا قصيره بزاف وصغيره. حيت صافي داك النهار غير فطرنا بدا كيتوجع صافي حبست ما صورت حتى شي حاجه. هذا المكان احبابي وتهلاو لي فراسكم وناركم مبروك باي.